حالة مرضية كانت معاك راح يكون في مداخلة هاتفية معاها. مساء الخير. مساء الخير، تفضلي. الو الو، اهلين، مساء الخير. مروة صحيح؟ ايوه. شو اخبارك مروة؟ معنا طبعا في برنامج مساء الامارات بحضور الدكتور اسامة. ايه، انا مروة، مريضة من مرضى الدكتور اسامة. ايوه اوكي. انا تقريبا عملت العملية تقريبا من سنة، نعم، او سنة، ممكن سنة وشيء. بس انا عايزة احكي لك، والله انا يعني في تغيير شامل من قبل العملية وبعد العملية، يعني نعم. تقريبا حياتي تحولت 180 درجة بعدها. يعني مش قادرة اوصف لك يعني مدى التغيير اللي انا حسيت بيه في حياتي كلها، غيرت حتى تعاملي مع البشر. مروة، نحن قاعدين نشوف الحين على الهواء صورة العين قبل وبعد، قاعدين نشوف على الهواء الحين الصورة بعد العملية، فما شاء الله يعني تغيير ملحوظ جدا. طبعا. هي مروة بتكلمينا دلوقتي عن التأثير الاجتماعي والنفسي، انها تقولين حتى غيرت تعاملك مع الناس، لانها يمكن زادت ثقتك بنفسك، صح؟ ايه، كثير كثير. دكتور أسامة ما شاء الله عليه، يعني حتى بعد العملية أنا ما كنتش مصدقة نفسي، والله العظيم. أنا بعد العملية مباشرة أنا قمت وطلعت، حتى ما كانش في أي شيء على عيني. وطلعت وخرجت للشارع عادي، وتعاملت تقريبا، أنا نزلت الدوام بعدها بيوم واحد بس ما شاء الله، وتعاملت عادي. والنتيجة يعني بعد العملية مباشرة بانت. صحيح. يعني بعد ما خلاص. مروة، ممكن أسألك سؤال مروة؟ لان فضل. اهم سؤال يجي على ذهن المشاهد او المصاب بالحول، بيقول لاني اسمع من الدكتور ان كان تخدير موضعي، فهل كان في الم وكم استغرقت العمليه؟ مستحيل. يعني انا اكثر واحده اقول لك ان انا عندي فوبيا من اي شيء من عمليات، هي البنج كان موضعي. نعم. والعمليه يعني تقريبا كانت اقل من نص ساعه على ما اتذكر. نعم. بس ما حسيتش باي شيء، ولا حتى بعد العمليه، والله ولا بعد العمليه حسيت باي شيء. هو مجرد بس كان في شويه احمرار كم يوم، يعني تقريبا ما كان لبس معايا اسبوع وراح. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله على سلامتك، ومشكوره على تواصلك معنا. حياك الله. في المغرب احنا بنعمل حاجتين مش موجودين تقريبا. نعم. يعني متميزين بيهم، الحين كنا نقول على مستوى العالم بامانه، يعني احنا مسافر حتى اوروبا الاسبوع الجاي بنقدم الكلام ده، ان احنا بنشتغل تحت بنج موضعي اللي هو قطره، مش حقن. نعم. يعني في بنج حقن، لا دي احنا مروه يوم حطينا لها قطره، التيم بتاع التصوير يعني لبس الجوانات ودخل حضر معانا العمليه، ما كناش مصدقين ان خلصنا. عمليه بسيطه تعتبر يعني بالظبط، يمكن 15 مينتس. فقلت لهم احنا خلصنا، قالوا انتوا خلصتوا؟ قلت لهم ما كناش مصدقين، وطلعنا ورحنا العياده وكملنا تصوير مروه. وفي نفس الوقت ردت عينها وخدناها في الفيديو، في الحلقه مصورينها معاكم، وانا جوه واحنا بره واحنا بنصورها في العياده. نعم. فالتغيير الاجتماعي واللي حصل في نفسي. حياتها فظيع جدا يعني. دكتور، يعني